يعني انا عايز اقول ان قسم بحوث النحل نازل فعلا، بس احنا ما بنسألش. مش معقول هروح لكل النحال، انا مثلا لي عندي جمعية مربي نحل هروح للجمعية او في المحافظة، يعني مش لكل فرد. انا في المحاضرة دي في الجمعية نشاء احمد خطابي رئيس قسم حضرتك هتقول، حضرتك هتقول كلمتك يا دكتور احمد بعد الاخر. خلاص انت بقى كلمه بس دقيقتين اقل من اتفضل يا فيها علاج فروه وصلوا للسنه ايوه اللي هو ما فيش حد طبعا من طول سنه هو علاج فعال هو اقل مده ويقضي على الفروه اللي داخل الحضنه واللي خارج على الشغره مدة العلاج هذا 12 ساعة وفعال ومية وجاي نتيجة 190% اللي هو ايه؟ قول انا مش فاكر اسمه لكن انا جربه عندي حاليا هو كاغط مقطر تدير ينحط ويوضع فوق البراويز والعلاج الثاني اللي هو الصين ما فيش منه هو ماشي خلاص احترام شكرا خلاص شكرا هذا اخذ بالتصوير ان شاء الله حي السنه تفضل يا دكتور احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في مصر واهلا باساتذتنا اساتذه الجامعات ما انت بتبص بفرصه طيبه جدا يعني لهذا النقاش ودائما النقاش بيولد فوائد كثيره انا بس الحقيقه عشان ما اكررش كلام اي زميل او استاذ او حد انا ارد بس على الاخ لما قال ان احنا ما بنشوفش حد في فعلا القيت محاضره في تشرفت عن محاضره جمعيه تربيه نحل في الغربيه بعتنا في اول سبعه وكان حاضر معانا الاستاذ ابراهيم ماضي والدكتور حسن علام وتكلمنا عن امراض النحل بالتحديد وعن ازاي انتخب ملكات بطريقة من منحالي حتى عشان احسن من السلالة والكلام ده حتى اديتهم مستندات بيه على اساس ينزل في عدد المجلة وسلمت الدكتور اسامة دلوقتي ورقة علشان فيها التوصيات دي تنزل في توصيات المؤتمر كلام كله بسيط جدا وبالنسبة للأستاذ الأخ اللي بيقول إن عندي ألف خلية أنا يعني مندهش هو يعني النحل ما يستاهلش مننا إن إحنا نديله حقه في الاهتمام هو لازم إن هي يكون عندي زرار أتك عليه يطلع النحل يتعالج مرة واحدة ما هو لازم كل الألف خلية دول يخصص لكل 200 خلية واحد بحيث انك تبدي برنامج متكامل زي ما سمعنا من استاذنا الدكتور عطيه البرنامج لما بيتطبق صح وفي اوقاته الصحيحه وبدوراته الكامله بيدي نتائج مفيش مبقاش فيه ضروره. شكرا دكتور احمد اتفضل هناك يا سيدي اقعد شويه اقعد شويه حاضر بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل محمد سعيد دوابي من سوريا انا هحكي عن تجربه بسيطه وبايد الدكتور بزياد بموضوع معالجه الفاروه شغلته بسيطه بس بدها متابعه وبايد الدكتور موسى لانه كان يدرسنا بموضوع النحل انه التوسع بالنحل بشكل كيفي وليس عددي يعني مو حلوه انه يكون عندي 1000 خليه بيكون عندي 100 خليه بيطلعوا انتاج 1000 خليه فمعالجه الفاروه بالدرجه الاولى بالنسبه لي والنحالين تعلمناه من الجمعيات خلال اتحاد الفلاحين اول شغله تقويه الخليه لما تكون الخليه قويه بتقاوم كل الامراض بما فيها الفاروه. ثاني شيء موضوع المعالجه البيولوجيه بتكون بالربيع لما بيكون نسبه الذكور كبيره كثير بوسط الخليه يجب النحال يسحب هالذكور او اكبر قسم منها من الذكور لانه هي بتكون مشبعه بالفاروه. والمعالجه بتيجي بوقتين مشان ما تاثر على الشمع ولا تاثر على العسل. في الخريف والربيع اثناء ما بيكون الحضن ادنى حد والعسل ادنى حد. فالمعالجه بالاعشاب مثل ما قالوا بيأدي فاعليه بس ما بيعطي 100% لحد الان ما حدا حسن يقضي على حشره مو بس على فاروه، الفاروه هي عباره عن طفيل فلا يمكن احسن نتائج ممكن تعطي 90% 95% اذا ما في قضاء في استمرار بالمعالجه واستمرار بالمتابعه دائما يعني موضوع طيب شكرا شكرا لحظه شكرا موضوع انتخاب الملكه تفضل لا حضرتك
لا 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 هو الثاني. انت وراه انت وراه انت وراه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي طلب طلب لقسم بحوث النحل. مصر فيها حوالي 1.5 مليون طائفة. قسم بحوث النحل باع كام ملكة محسنة وراثية على مستوى مصر عشان نعرف قد ايه مساهمته للنحلين زائد المرزوم زائد المعقول كل سنة. يعني عايز الرقم ده كام في السنة. شكرا. النقطة التانية اللي هتوجهها لجماعة مراد النحل في اسكندرية. احنا اخواتكم لما طلعتوا فيه بالقانون على عيننا وراسنا وقسم حوث النحل على عيننا وراسنا احنا بنحترم القانون وعايزين نمشي قانوني. لو تبعتوا تجيبوا ملكات من بره ادونا علم عشان نفهم معاكم. بلد بتجيب 50 ملكة نجيب 1000 ملكة. شكرا. شكرا. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. كنت عايز تقول حاجة؟ ماشي ماشي ما هيجي في بعض وراه والله. خد دورك وراه بس خد دورك وراه. السلام عليكم. المهندس كمال العيسني عضو الهيئة الإدارية لجمعية النحالين السوريين. الدكتور خطيب. أحيي المؤتمر وأشكر الجهود المبذولة في تجهيزه. حاضر حديلك فرصة حاضر. سلامة النحل تتوقف على الإدارة الناجحة والإدارة الناجحة أن يستثمر النحل وفق الميزة النسبية للظروف البيئية. عندما نستخدم هذا الكم في مكافحة الأمراض يعني أن أعطينا فرصة لسلالة تحتضر ليس لديها ميزات وراثية أن تتكاثر وتنتج من هذا النوع. فالفور في استخدام هذه الأدوية هو الإشكال. النحل عبر وجوده على هذا الكوكب عبر آلاف السنين طور منظومات هائلة ومدهشة للدفاع عن نفسه. فنحن يجب أن نركز على هذه المنظومات. حاضر أنا شفتك حاضر. ففي إعادة الإنتاج عند إعادة الإنتاج يعني عند إعادة إنتاج الأجيال تترقى السلالة نتيجة تراكم طرز جيني جديد. وهذا ما يجب أن نعتني به ونهتم في هذا المجال. فإعادة الإنتاج والسلوك الصحي ونقيض السلوك الصحي والمهام الفردية لكل شغالي هي من الميزات التي يجب أن نركز عليها. فالستريس والإجهاد هو سبب تطور الأمراض. وأيضا هناك مسألة مهمة نحن يجب أن نتقيد شكرا. في برنامج المؤتمر. شكرا شكرا. تفضل استنى شوية استنى شوية هناك ما انت خدت كلمتك خلاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس عبد الجواد العبادي من جنة مصر طبعا صعيد مصر. انا بصراحة هتكلم عن موضوع الفوائد بس هتكلم بموضوعية يعني دون تحيز لأي جهة. انا اولا لا انتمي لأي جهة بحثية ولكن انا خلص على كل موضوع بسرعة. استفدت من 4 جهات بحثية في مصر من المركز القومي للبحوث من كلية زراعة عين شمس وكلية زراعة القاهرة والجهة الرابعة اللي هي كلية زراعة المنيا. روح خد دورك. لاحظت صراحة بالنسبة للفروة الفروة اساسا ضعيفة وضعيفة جدا ولكن الملحوظ ان الاهمال فهو اللي بيؤدي لتفاقم المشكلة. لكن طالما في اهتمام يعني بالفروة فما فيش اي مشكلة. وانا اساسا يعني لي حوالي 13 سنة هناك بدير 1500 خليه وما فيش اي مشكلة بالنسبة للفروة وشغال بالبرامج اللي هي اساسا من الجهات البحثية وما فيش اي مشكلة. شكرا شكرا. اتفضل الاخ من ليبيا. اتفضل. بسم الله. اولا باسم الوفد الليبي باسم الحال الليبي تقدم الى اللجنة المشرفة على هذا المؤتمر بالتقدير والشكر. وانا اريد ان اتحدث في موضوع انتخاب السلالات. يعني المشكله اللي نشوفوا فيها عندكم نحن في انتم في مصر تناقشوا فيها هو موضوع السلالات النحل. طبعا هو المهم جدا ان يكون النحال مثقف وواعي في طريقه انتخاب سلاله او في طريقه استعمال الادويه بالنسبه للفارو او للسلالات. في التربيه الداخليه ممكن من كثره التقسيم عندكم في مصر وبيع الطرود فاللي حاصل هو التربية الداخلية وممكن أثر على ضعف السلالة سواء في الإنتاج سواء في فهذا موضوع ممكن يحتاج إلى مراكز أبحاث أو محطات تربية ملكات لتحسين السلالات النحل المصري. النقطة الثانية اللي هو موضوع الفارو. يعني موضوع الفارو نحن نشوف العالم الآن بدأ يتوجه للأحشاب ما عادش يتوجه للأدوية الكيميائية. فالموضوع الأحشاب مفروض يصدر عنا نشرات واضحة وطريقة استعماله بالنسبة للمربي والكرس والفترات استعمال الأحشاب الطبية هذه. شكرا.
شكرا. شكرا. أستاذ محمد حبيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حبيب جمعية مربي النحل بكلية الزراعة بالشرق. أنا بس هشرح تجربة جامعة اسكندرية الممثلة في جمعية مربي النحل. ما احنا شرحناها يا محمد. أي بس احنا هنمد الضوء بس على حاجة. احنا لما عملنا دمج بين الجهة الحكومية الممثلة في وزارة الزراعة والجمعيات الممثلة في جمعية مربي النحل والنحالين ممثلة في أعضاء جمعية مربي النحل، فهي الثلاث جهات هم اللي قاموا بعملية استيراد الملكات. فاحنا ما خدناش العمل عمل فردي، فهو عمل جماعي، بدليل ان جمعية مربي النحل بالغربية هي اللي قايمة بالعمل العظيم اللي احنا في ضيافتهم الان اللي هو شكرا محمد. شكرا محمد. شكرا. بالنسبة للدكتور محمود العبد الخطيبة، في موضوع عن حفظ الاقراص الشمعية المنفوشة بدون ملوثات، هو امين عام مساعد اتحاد النحالين العرب الاردنيين، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم اللي هو حفظ الأقراص الشمعية المنفوشة بدون ملوثات. طبعا تعلمون بأن الوضع الحالي أكثر اهتمام العلماء والدول هو بوجود الملوثات في العسل، فمنها من يمنع استيراد أي عسل ملوث. وعندنا الأقراص الشمعية هاي احنا متعودين انه دائما وابدا نحفظها من سنة الى اخرى بطريقة المواد الكيماوية، اما بالبرداي كلوروبنزين او بحرق الكبريت او بالفوستكسين او باي منتج كيماوي باسمه التجاري او باسمه المعروف العلمي بين العلماء. على هالاساس لابد من وجود طريقة اللي احنا نقدر نحافظ على هذا البرواز من سنة الى اخرى او من اكثر من سنة بدون وجود اي ملوثات اللي تطلع في الخمية. طبعا بالنسبة لفراشة العف سواء كانت الكبيرة او الصغيرة تم جمع مجموعة منها واطلاقها في منطقة، وكانت هاي المجموعة تذهب الى اماكن وتدعي عليها. اعيدت التجربة عدة مرات فوجدنا بان هذه الفراشة تحاول ان تتواجد في منطقة تخلو من التيارات الهوائية ومنطقة ايضا فيها شيء من الهدوء يعني معتمة، انما بجوز واحد هسه اقول لي هي بتنجذب احيانا للضوء. احنا في منطقة لحفظ البراويز زي تسوية او زي منطقة مظللة. فعلى هذا الاساس بدأنا نعمل من هذا المنطلق لحفظ البراويز. ايضا يوجد بالبراويز هاي هي بتكون صالحة لوجود دود العف اللي بتعمل فيها انفاق وبتأثر عليها. بعدين في عندنا كمان شيء اخر، الى بعض البراويز موجود فيها بقايا من حبوب اللقاح، يوجد هناك عناكب مجهرية تتواجد على هذه الحبوب وتحولها الى ذرات دقيقة جدا اكثر من الدقيق وغير صالحة للاستهلاك، ومنها هنا الخطورة اللي بتأثر على البرواز ويصبح في حالة العدم. وبعض الخنافس اللي حجمها من 1 سنتي من 1 ملي ل 1.5 ملي 2 ملي ايضا تتغذى على حبوب اللقاح اللي موجودة في البراويز. اذا ما العمل؟ استطعنا انه في عندنا اشي يوضح الصورة هاي بس.